هذا البرنامج برعاية الحياة بتتغير، والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشغل مش عيب. اليوم من بنكينة بنغازي، جو الرياس وجماعة اللي حوتوا واللي ما شاء الله عليهم يخدموا للحرفة هذه أو المهنة هذه من سنين. اليوم ضيفي حيكون فتح الله طويلة، اليوم حنعيش معكم أجواء المينا، اليوم حنكون معكم حنطيب، حنتعلم من التطيب التنظيف وكيف فكرة الحوت كيف يجمع من المينا وكيف يجي للمحل هنا في البنكينة يتم بيعه. ما ننساش نشكر الراعي الرسمي لبرنامجنا شركة لميس لمواد التنظيف. مجال في المهنة الصيد حوت وعملك الباكينة؟ والله مجال الحوت أنا لنا توا حاليا قرب من 20 سنة بالنسبة لجليانة في الباكينة. بالنسبة لخدمة الحوت هذه بعنا عنا في جليانة وبعنا خاضي في جليانة وبعنا بنغازي وخارج بنغازي. ومجال الحوت هذا من أنواع، تقدر الحوت هذا فيه حمراية، فيه فروج، فيه مناني، فيه شولة، فيه تريليا، فيه مرجان، في كل حوته ولها برنامجها، في كل حوته ولها الموضوع بتاعها، الموضوع بتاعها واللي يحبه. يعني في اللي يجي على الفروج، في اللي على المناني، في على الكجوج، كل واحد واذواق. يعني حتى لو كان اذواق مزبوط. شنو اكثر شيء اللي توا ماشي عندك عليه طلب؟ والله هو الطلب بالدرجه الاولى، الحوت الدرجه الاولى، عندك الحمراية، عندك التريليا، عندك المناني، هذين حوت الشولة. لا الصاور والشولة هذين حوت تو المناني والفروج والحمراية، هذين حوت مية غريقة ذات أعماق. لكن البريمة والصاور والمغزل هذين حوت شطوط، عرفت يعني تلاقين حتى على شط. لكن كيف الحمراية وكيف المناني والمناني والفروج هذا حوت مية غريقة، حوت حتى تصدير عرفت ما يجدش. يعني لما في طلبيات تاع تصدير واستيراد ولا يطلع التونس الشغل. ما نحن تقول بنحكوا على جو الشغل، نحن طبعا شعارنا الشغل مش عيب مش عيب. الأكثرية هل هم الليبيين اللي قاعدين يشتغلوا هنا ولا اليد العامله ما زال هي اللي محتكره الاعمال الاجانب؟ والله هو في ليبيين وفي مصريين، اخوتنا مصريين عرفت. لكن في نفس الوقت الاغلبيه الشباب الليبيين اللي ما شاء الله واضحين في السوق، وفي بعض الشباب المصري عمانا برضو يخدموا شيء في التشركيات، شيء على فروش، شيء على طاولات. ايوه احنا ان شاء الله اليوم انا حكون معاكم. اهلا وسهلا بك. مش نقول حوات لكن اليوم انا اكون معاك عامل، علمني الاسعار والبيع وكيف حتى الزبون لما يشري التنظيف، لان ما يوصل مرات في اللي يطلب ان انا يتم تطيبه عندكم انتم، مش في حوشه. اليوم خذني معك. ما هو نحكي ما حاضر. لكن توا في طاولة تنظيف أنا ما خدمتش. نزل خلوطة نزل خلوطة. أنا سك. اليوم تعال طازم يا فتاة، طازم اليوم
الله ما شاء الله. دينا دينا ليش مية؟ دينا مية. ما شاء الله ما شاء الله. أقرب عطاش أنا. نحن اليوم في برنامجنا نشوف المشعيب يرتب الكاميرات كل الشباب اللي بين مرات يتحشى منها الخدمة والله يقول لك يقول لك لا أنا ما نخدمش لكن أنت شو تقول لنا الشباب والله يا خدمة مشعيب تمام عيب إنك متجدد الحاجات الحرام تجيبه ويمشي جوه ده وشيء شاشة الشباب كلهم من عمل عمل واحد آخر ولا لا بنكينا وين تريد عشرين وخمسة عشرين عجب بس ما شاء الله اليوم يعني بس انت تجي من الصبح يومك كله تكمل فيه يوم كله في البنكينه في البنكينه شنو الحمد لله الامور تمام لا الحمد لله 100% تمشي تمام يعني شفتك تري اللي بين يشتغل ما شاء الله في ان شاء الله اللي بين كل النص اللي بين مصير مش الاعداد قليله آه. يعني تو ما شاء الله زمان كانوا هم اللي محتكرين البنكينه آه ايوه مصير ما شاء الله ما شاء الله كلها في زول اقول طبعا جيجا عجيني عجيني سامحني مصافك عجوري كنا واحد راح يمشي تمام تحوت ولا انت تاخذ من التجار لا لا ناخذ من التجار من التجار شو الاسعار يا ابو لا ما شاء الله تو الاسعار صايره التخفيضات خشن جرافات جنب مصر انخفاض سعر الحوت ما شاء الله فروج ما شاء الله 30 من 30 قبل كان 45 50 يعني بدايه شو 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 ما شاء الله الاسعار وحده واحده تمام في بابي كنا ب 40 45 تو 30 ماشي اكثر حاجه طلب في رمضان عندك جوش عندك سريري عندك رجاب عندك سردينه حتى اي حتى حتى نقول حوت شويه اللحم غالي مزبوط اه خشوا خشوا على الحوت ما ما حتى الحوت صح يعني صح اكثر مزبوط صح رجال اكثر وافيض واحسن افيض يعني طيب روح انت تركينا الاغرى بعد ما كملت معك بيع ان شاء الله ربي يوفقك ويرزقك ونكمل مع الشباب تنظيف منور اجيلي صحيح فك يا بيبي اهلا وسهلا بيك في برنامج شغل مش عيب طبعا نحن اليوم برنامجنا يشجع الشباب على العمل تمام انه نحن مهما كان الشغل متاعك طبعا ما تنقصش منك من قيمتك اي شيء زي ما انا عشت معاكم اليوم في الاجواء البنكينه البيع وتونا في مرحله التنظيف نبيك تعلمني كيف بس في البدايه قبل ما تعلمني كم لك في المجال هذا الشغل هذا انا طبعا كنت نقرا ونفتح انت دائما الشغل اضافي لك بالنسبه لك تحسين داخل ولا احنا ما غلط نفس الوقت ما نقدرش انت بعد عن المكان هذا حتى لو كان ما عنديش تعلقت بيه عمر حتى من 93 ما شاء الله انا تو انا بنبدا التنظيف بالنسبه للتنظيف انت طبعا كل وحده تختلف كل حوته تختلف في التنظيف نتاعها كانت كبيره او كذا اذا كان نفس الكيفيه يديرها مثلا طاجين اوكي كيف الزبون اللي نحن تو هذا نحن اول حاجه نقصقصوا اللي هن الريشه الريش اه تمام اللي هو نحن نقول له الجناح اوكي نسيتها تفضل اعطيني باش نعلمك اه تمسك الحوت هيك تمام تتعدى فيها اكثر تاخذ الريشه من بدايتها من بدايتها اوكي شفتها واحدة واحدة ضروري اتعلم هذا ايش تاخذ؟ بدي احول هذي
حولناها تمام تمام هذه جهه هذه لو تمسك الحوته كويس بس والله فن يا على يا بكر صعب مش من اول مره مش من اول مره اوكي تمام توزبون هنا فيها طاجين تمام قبل ما نتفاهم قشروها هذه مرحله سمحه اعرفها هذه اعرفها جي عكس الـ عكس الـ عكس القشره تمام جي عليها شوي مش طاجين الله صحه ضخ ضخ من حوت بارك الله فيك الله يسلمك ان شاء الله نصيحه تقدمها ممكن للشباب اول حاجه القرايه بعد هذه نحن نشجع حتى على القرايه نحن القرايه في الاول تمام بعدين بالنسبه للشغل ملحوق عليه لان الشغل ما يكملش كما يقول حتى في ناس واجهه كيف حضرتك قريت واشتغلت وأما تول الأغلبية شباب الليبيين في جملة ديما متداولة بحيث أنه يقول لك الفلوس بين معناتها القراية شو متعب معك لا لا القراية أهم القراية أهم العلم صح نحن بعد ما كملنا جت أحداث الحرب وكذا وقفنا لا عمل لا شيء لهذا تم الصنعة والحرفة اللي بيده استفاد منها بعد القراية في الأول وفي الآخر بارك الله فيك شكرا بارك الله صحيح أرستونا شكرا يعني ختام لا مش ختام الحلقه لكن ختام لطيف ختام مسك كمان ما شاء الله ختام ما حورينا ناس كيف تاكل من برا فيها وتشري تمام والطيبه كشان فيه بشكل الشباب الجايين والله نقول لهم الشغل مش عيب عرفت انت من جيو يخدموا ويخدموا في شغل متوفر عرفت عمل متوفر وبارك الله فيك يا بارك الله فيك ما يهمك شيء والله ما يهمك شيء والله شو رينا ما يهمك شيء البوكو تو البوكو ما يهمك شيء عادي
جاهز الاكل. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا في هذا اليوم من كانت أجوانا من داخل بنكينة جوليانا مدينة بنغازي، وكان أجواء البيع والشراء والتنظيف كما شفتوا كانت في حلقتنا أن الشغل شعارنا دائما مش عيب. نحب نشكر راعي برنامجنا الأصلي شركة لميس لمواد التنظيف. الختام خير وسلام. السلام عليكم. هذا البرنامج برعاية الحياة. بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير، يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني ما فيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم.